السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو دوت والكام فيديو اللي جايين هنبتدي نتكلم على نوع من انواع الامبليفايرز، واللي هو السنجل ستيج امبليفاير. السنجل ستيج امبليفاير ده بيكون هو عباره عن يعني ليه ستيج واحده، ودوت بيبقى يعني بيستخدم في يعني ابلكيشنز كتير. مثلا لو انا في سيجنال عاوز ابعتها مثلا، فبستخدم اللي هو الباور امبليفاير. لو انا في سيجنال هستقبلها فبتكون ضعفت عقبال لما وصلت، فبستخدم مثلا اللي هو اللو نويز امبليفاير. فالمفروض الامبليفايرز ديت بيكون ليها شويه سبيسيفيكيشنز، وان شاء الله في الانواع بقى اللي هي بتبقى تابعه للسنجل ستيج ديت هنبتدي نتكلم على شويه من السبيسيفيكيشنز ديت. فعندنا ايه هم؟ عندنا اللي هو الجين، اللي هو الجين بتاع الامبليفاير دوت اللي هو بيعرف يطلعه، الار انبوت بتاعته، الار اوت، السبيد بتاعه، او الباند ويث اللي يقدر يشتغل فيه الامبليفاير بتاع، اللينياريتي، او اللي هو ان هو بيقدر يستحمل اللي هو ديستورشن. مثلا لو جات له سيجنال ليها كذا فريكوانسي، طب هل يقدر هيكبر انهي، او اللي هو يعرف يعني يظبط الديستورشن بتاعه السيجنال الجاي، ودي هنتكلم عليها برضو. الاوتبوت فولتج سوينج بتاعي، او اللي هو الماكسيمم سوينج بتاعي اللي يقدر يشتغل فيه الامبليفاير، او الاوتبوت اللي يقدر يطلعه اقصى حاجه. النويز او تاثير النويز على الامبليفاير بتاعي. فالمفروض اللي هو السبيسيفيكيشنز ديت المفروض يعني بيكون ليهم حاجه، او حاجه بيسموها اللي هو الانالوج ديزاين اوكتاجن. ده بيحصل بينهم تريد اوفس، يعني ممكن مثلا نظبط النويز مثلا فيبتدي يبوظ اللي هو الفولتج سوينج، او نظبط السبيد فيبتدي يبوظ اللينياريتي، او دوت نظبط الجين فيحسن الار انبوت. فهنلاقي دايما ان هما كل حاجه من دول بتبتدي تاثر ايه على اللي حواليها. طيب انواع الامبليفايرز اللي احنا هنتكلم عليهم هما اربعه هيكونوا رئيسيين: كومن ستيج، كومن سورس ستيج او اللي هو السورس فولور، كومن جيت ستيج، والكاسكود. وكل واحده من دولت هيبقى ليهم ايه يعني انواع تحتيهم. وطبعا الحاجات دي تعتبر الى حد ما شويه ايه ان هي تعتبر مراجعه شويه على البيزكس بتاعه الالكترونكس. طيب شويه بس حاجات كده بس عشان بس ايه نبقى عارفينها، ان احنا عارفين ان هو الجين يعني ان هو بيعتبر الفي اوت على الفي انبوت بتاع اللي هو الامبليفاير بتاعي، اللي هو الجي ام بتاعت الامبليفاير بتاعتي، اللي هو اللي بيكون الاي اوت بتاعي على الفي انبوت. ان انا بمسك الاي اللي هو الامبليفاير واخليه جراوندد، اللي هو الاوت بتاعه خليه جراوندد، بعد كده اشوف الاي اوت بتاعي واقسمه على الفي انبوت. تاني حاجه اللي هو الار اوت، احنا عارفين هو بيكون مثلا كاني بحط سورس مثلا، واشوف وادي له فولت مثلا معين، واشوف الاي اللي ماشيه داخله للامبليفاير. وطبعا دلوقتي خليه جراوندد، اللي هو الانبوت بتاعي خليه جراوندد. فالجين بتاعي هيبقى عباره اللي هو المعادله بتاعت ناقص جي ام على الار اوت. بس شويه حاجه بس نبقى ايه عارفين عشان ده ايه هنستخدمها. طبعا ار ايموت برضو نفس الكلام هنا عكس ايه الار اوت، تمام. وبرضو ان احنا عارفين برضو ان هو ايه الامبليفاير علشان الجي ام، ان هو يبقى يعني لو انا عاوز ابتدي ان انا استخدم امبليفاير بتاعي، طبعا عارفين امبليفاير لازم يكون الار اوت بتاعته تكون صغيره برضو. فطبعا عشان نخليها صغيره لازم ايه نخلي الجي ام بتاعتي ايه تكون كبيره، تمام، عشان طبعا نعرف يطلع يعني كل السيجنال بتاعتي ايه بره الامبليفاير بتاعي.